الرسول صلى الله عليه وسلم لتحذيره لامته قال اجتنبوا السبعه الموبقات. الموبقات المهلكات واجتنبوا اي ابتعدوا عن هذه، لا تتعاطوها ولا تقتربوا منها اصلا. والموبقات كما قلنا المهلكات كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقه اي مهلكه بينهم لا يستطيع احد ان ياتي احدا فالموبقات هي المهلكات وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعه الموبقات لا يعني ان هذه فقط هي الموبقات لا هناك مهلكات اخرى ولكن هذه ذكرت في حديث واحد جمعت معا والا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا انبيكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجاء قال الا وشهاده الزور وقول الزور الا وشهاده الزور وقول الزور الا وشهاده الزور وقول الزور وهنا ما ذكر لا عقوق الوالدين ولا قول الزور شهادة الزور وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليله جارك قال ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك وهذه ايضا غير مذكوره فاذا المهلكات كثر وهي الكبائر بشكل عام وهي اعظم الكبائر حتى الكبائر تتفاوت هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعا من الكبائر وقدم عليها الشرك ودائما الشرك يتقدم لانه اعظم جريمه كما قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ما عدا الشرك فهو دون ذلك كل ما عدا الشرك فهو دون ذلك ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بدأ بالشرك لما سئل أي الذنب أعظم بدأ بالشرك فالشرك إذن هو أعظم ذنب يقابل به العبد ربه تبارك وتعالى قالوا وما هن يا رسول الله ما هن هذه الموبقات قال الشرك بالله اذا الشرك بالله هو اعظم ذنب وهو ان يجعل لله ندا والعياذ بالله هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى قال والسحر وسياتي الكلام على السحر مفصلا ان شاء الله تعالى قال وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق قتل النفس التي حرم الله ما هي النفس التي حرم الله قتلها؟ قال اهل العلم اربعه انفس أربعة أنفس هي التي حرم الله قتلها والخامسة هي التي أباح الله قتلها إذا عندنا ايش خمسة أنفس الآن أربعة أربعة أنفس محرمة ونفس مباحة يجوز قتلها أما الأنفس المحرمة طبعا من البشر الأنفس المحرمة هي أولا المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث اذا المسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الايه فالقصد اذا الاول الذي يحرم قتله قتل النفس التي حرم الله المسلم الثاني الذمي وهو الكافر الذي يعيش بين المسلمين سواء كان من اليهود او النصارى او المجوس هو الصحيح انه عموم الكفار الذين يعيشون بين المسلمين بامان هؤلاء يقال لهم ذميون والاشهر في الذمه تطلق على اليهود والنصارى لكن الصحيح انها تصدق على كل كافر يعيش مع المسلمين هذا ايضا دمه حرام معصوم الدم الثالث المعاهد واذا كان هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار العهود هذه التي تكون بين الحكام المسلمين مع حكام الكافرين ورؤساء المسلمين مع رؤساء الكافرين هذا بينك وبينه عهد لا يجوز قتله كذلك هذا معصوم الدم الرابع المستأمن الذي دخل بلدنا بأمان حتى لو كان حربيا طالما أن أمناه كالرسل مثلا الرسل يعني الذين يرسلونهم الملوك يرسلون رسولا الى هذا فيخاطبون إذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما، لكن لا تقتل الرسل. فهذا يسمى المستأمن وهو الذي دخل بامان دخل بلاد المسلمين بامان. اذا هؤلاء الاربعه معصومو الدم لا يجوز قتلهم المسلم الذمي المعاهد المستأمن. الخامس وهو الحربي الذي اعلن الحرب على المسلمين. بيننا وبينه حرب قائمة فهو اصلا هو مستبيح لدمنا هو يريد قتلنا لان بيننا وبينه حرب فكذلك يجوز قتله اذا دخل كالجاسوس الـ الـ الذي ياتي من دولة بيننا وبينه حرب قائمة او كذا او هو يهجمون على بلادنا او كذا هؤلاء دمهم مباح لانهم اصلا هم مستبيحون لدمائنا اذا قوله وقتل النفس التي حرم الله هذا من كبائر الذنوب ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا فانا حجيجه يوم القيامه اذا لا يجوز قتله طيب الا بالحق الا بالحق اذا اذا كان قتله بالحق يجوز قتله لو كان مسلما لو كان ذميا لو كان مستامنا لو كان معاهدا اذا في احيان حتى هؤلاء الأربعة المعصومون يجوز قتلهم في ماذا؟ أمور كثيرة منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة وكذلك حد الحرابة مفسدون في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أي يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض كذلك الجاسوس يجوز قتله ولذلك عمر رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم او الخائن كما وقع من حاطب بن ابي بلتعه فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم اي عمر ان يقتل حاطب بن ابي بلتعه لانه اخبر قريشا بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دمه معصوم ولكن قال وما يدريك لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم فاستثناه لأنه من أهل بدر لا لأنه لا يستحق القتل ومنها من يعمل عمل قوم لوط كذلك هذا مباح الدم فالقصد أن هؤلاء يباح قتلهم وغيرهم أيضا ممكن أين أه في كتب الفقه ممن يباح قتله غير هؤلاء كالصائل كالباغي وإن طائفتين من اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما مع الأخرى فقاتلوا التي تبغي الخارجون على الإمام وغير ذلك يعني هناك أشياء يجوز فيها قتل هؤلاء إذا يعني جاءوا بما يستحل به دمهم نعم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إذن هذه الثالثة الرابعة قال وأكل الربا أكل الربا محرم والربا نوعان ربا النسيئة وربا الفضل والله تبارك وتعالى يقول الذين يكون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اذا اكل الربا ايضا من الموبقات سواء اكله او اعطاه غيره لياكله يعني سواء كان اكلا أو موكلا ملعون لعن, لعن الله آكل الربا وموكله بل وكاتبه الذي لا يستفيد شيئا من الربا بل والشاهدين كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يحذر الإنسان من الربا والربا نوعان كما قلنا ربا الفضل وربا النسيئة وكله محرم وربا النسيئة أشد من ربا الفضل وتفسيره في كتب الفقه قال واكل مال اليتيم اليتيم هو الذي فقد اباه قبل البلوغ لان الاب هو الذي ينفق هو الذي يربي هو الذي يعني يعلم كذا اما لو فقد امه طبعا مسكين لكن لا يقال له يتيم اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ يقال له يتيم و اليتيم امرنا الله تبارك وتعالى ان نرعى ماله فقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ثم قال سبحانه وتعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فإذا أكل مال لليتيم من السبع الموبقات، لأن اليتيم ما عنده أحد يدافع عنه، ما عنده أحد يطالب بحقه، لأنه يتيم أبوه غير موجود، فيتسلط بعض المجرمين على أموال هؤلاء اليتام فالله يتوعدهم سبحانه وتعالى بهذا الحديث المبارك أنه من السبع الموبقات وفي قول الله تبارك وتعالى ان الذين يأكلون اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اعاذنا الله واياكم منها قال والتولي يوم الزحف يوم الزحف يعني عند سمي زحفا لان الجيوش تزحف بعضها على بعض فالذي يتولى في هذا الوقت اولا يطمع الكفار في المسلمين ويشجعهم عليهم ويقوي بأسهم على المسلمين وهربوا فيتشجعون أكثر ثم يضعف جانب المسلمين وقد يهرب غيرهم إذا رأهم هربوا وكذا قد يفتحون ثغرا على المسلمين فلذلك صار التولي يوم الزحف من الموبقات إلا إذا كان هذا التولي لسبب إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فهنا يكون هذا تكتيك حربي كما يقال، هذا جائز ما في بيش بأس ابدا، لكن اذا كان هربا وفرارا للفرار فإنه من السبع الموبقات. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف هو الرمي بالزنا. القذف هو الرمي بالزنا، سواء قذف رجل او امراه. كله قذف كله من, من السبع لكن قذف المؤمن أشد من قذف المؤمن لان اثره على المرأة اكثر من اثره على الرجل ثم قذف المرأة يترتب عليه حمل ونسبة ولد إليها وغير ذلك من الامور فالمسألة أعظم من قذف المؤمنين أو المحصنين من الرجال لكن هذا حرام وهذا حرام ولذلك الله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون واتفق اهل العلم ان هذا في قذف الرجال او قذف النساء وقوله قذف المحصنات المحصنات قيل هن العفائف وقيل هن الحرائر العفائف يعني العفيفة وإذا قال الغافلات الغافلات اللاتي لا شأن لهن بالزنا ولا ما يقارب الزنا يعني من أهل الله كما يقال طيب من أهل البيوتات والستر والعفاف وكذا فتكون غافلة عن أمور هذه الدنيا فترمى والعياذ بالله وتقذف بهذه الجريمة قال المؤمنات وطيب وقذف الكافرات أهون من قذف المؤمنات لان يعني الكافرات لسنا كالمؤمنات في الاحكام بشكل عام ولذلك قذف المؤمنات اشد عقوبه عند الله تبارك واشد عذابا من قذف حتى القتل قتل المؤمن اشد من قتل الكافر مع ان هذا حرام وهذا حرام قذف المؤمنه حرام وقذف الكافره حرام لكن قذف المؤمنه اشد لان حقها اعظم عند الله تبارك وتعالى نعم